خلوني اخد المواطنه ماجده من العريش. استاذه ماجده اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. معاكي الكلمه وقولي وتكلمي ونجدي الحكومه وقولي اللي في نفسك. بص حضرتك، احنا كمواطنين مصريين احنا بنحب العريش جدا جدا، وما كناش نتمنى ان احنا نسيبها بالطريقه دي. يعني انا واحده من الناس، انا واولادي لما كنا نخرج نروح بلدنا كنا نرجع جري عشان مش عايزين نسيب البلد، بحبها جدا. لكن دلوقتي خلاص ما فيش، دلوقتي مش هستنى لما يخش عليا يموتوا لي ابني. انا ارمله وجوزي متوفي وعندي ولد وابني في معهد عالي الهندسه وبنتي في ثانويه عامه. حضرتك المشكله بالنسبه لنا دلوقتي نقل الولاد. دلوقتي وزاره التعليم العالي مش عايزه تنقل ولادنا، عايزه ترجعهم لما كانوا في ثانويه عامه نفس المجموع. طب انا ابني دلوقتي خلاص فاضل له سنه ولا سنتين ويتخرج، ترجعوني تاني؟ يعني إيه؟ يعني وزاره التعليم العالي عايزه ترجع ابنك من ثالثه او رابعه جامعه يعيد ثانويه عامه؟ ويرجع. لا مش يعيد، لا كانه لسه مخلص ثانويه عامه. حضرتك يعني عايزه تضيع عليه ثلاث سنين. هو كده حضرتك. احنا هنا في العريش احنا مناطق نائيه، وكان نظرا للظروف كانوا مدين لنا 10% اللي هنا للمعاد والكليات اللي في العريش، على اساس ان احنا ولادنا واخدين ابتدائيه واعداديه وثانويه من العريش فليهم 10%. فالمعهد العالي للهندسه ماشي اخذ مثلا المغتربين اللي بره، مثلا واخد من 85%، خد مثلا من ولادنا هنا في العريش 75%. فانا دلوقتي عشان انقل ابني ب 75% من اربع سنين، معناه طب ازاي يعني؟ بعد ما دفعت فلوس قد كده وابني خلاص. لا، والفكره كمان انه بتتكلمي في انه في ثلاث سنين يضيعوا من عمره. ايوه يا فندم. ايوه على فكره مش انا بس، على فكره في عدد كبير جدا. انا عارفه ان دي مجموعه كبيره من الطلبات، ما هي جات لنا في صباح دريم هذه الطلبات، وعشان كده بنسمع من حضرتك بالنيابه. أيوة. عن عدد كبير. أيوة. الحقيقه من المصريين هناك. ايوه حضرتك، انا يعني انا لسه ما مشيتش، انا بكلمك وانا في العريش. انا مشيت ابني، يعني ابني انا سفرته. انت مستنيه ايه طيب؟ ما انا عايزاكي برضو ما انا هقول لحضرتك انا مستنيه ايه. دلوقتي احنا في قيادات هنا، انا مش عايزه اقول لك انا فين ولا بشتغل فين. لا 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 لا، ولا اي معلومه عنك لو سمحتي. بعد اذنك، في قيادات حضرتك مش عايزه تدي، بتقول لك خدي من رصيد اجازاتك. طب انا اخد من رصيد اجازاتي؟ انا همشي دلوقتي اخد شهر وامشي باخد من رصيد اجازاتي؟ اولا رصيد اجازاتي مش هيستحمل 160 ده كله، خد من رصيد اجازاتك. طب انا مش عايزاكي طبعا تقولي بتشتغلي فين، بس جهه ايه؟ أنا مش هقول. لا لا طبعا طبعا، ما احنا متفقين على كده من قبل الهوا، بس جهه ايه؟ نعم. لا جهه ايه؟ مش هقدر اقول لك لان احنا معروفين بالاسم وبالعدد. نعم مش هقدر اقول لك. لا لا برافو عليكي، صح. تاني حاجه بقى ودي الاهم بقى حضرتك، ان هو دلوقتي لما انا اخد شهر من رصيد اجازاتي، طب ما انت هتشيلني نص المرتب، يعني انت هيبقى موت وخراب ديار. يعني انا ماشيه من البلد مش عارفه انا هعمل ايه ولا اسوي ايه بولادي، طيب حالي ومالي وشقتي وكل حياتي كلها، كمان تخصم مني نص مرتبي في الحوادث؟ طب اديني الشهر ده عقبال ما ارتب حالي واعمل طلب نقل وامشي. بيتقال لك خدي اجازه بس بدون مرتب؟ لا مش بدون مرتب حضرتك، احنا هنا لما هتاخدي شهر الحوادث بتاعتنا هتطير، واحنا هنا عندنا حوادث تدينا يعني كتيره، هي تقريبا اللي رافعه مرتباتنا. انا دلوقتي لما هاخد الشهر تقريبا هيشيل نص المرتب ده، يعني انا حضرتك سي مثلا حضرتك باخد 5000 جنيه، لا هاخد 2000 جنيه. الحوافز بتاعتي كلها هتطير. طب حضرتك يعني طب ليه؟ طب انا يعني انا دلوقتي في احتياج لمليم، عشان انا ماشي انا واولاد مش عارفه اعمل ايه؟ لا لينا مكان نقعد فيه، ولا لينا، الدنيا لسه سودة قدامنا. طبعا احنا واثقين ان ربنا هيدبر لنا حياتنا، احنا ما بنعترضش على اراده ربنا، ربنا بيدينا التجربه وبيدينا معاها المنفذ على طول، دي حاجه احنا مؤمنين بيها 100%. بس احنا برضو يعني 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 محتاجين برضو، يعني احنا مش بنطلب حاجه من حد، يعني انا بقول انت ادينا الشهر ده حضرتك وقبضنا مرتباتنا عادي، وبعد الشهر ده هسيبني اكون بقى عرفت اعمل طيب. عرفت رتبت حالي، رتبت ولادي طيب. يعني استاذه ماجده، وفي حاجه كمان حضرتك، كمان في حاجه كمان. طب ان انا لما امشي اسيب بيتي وحالي ومالي، لما ارجع الاقي لما ارجع الم حاجتي وامشي الاقي حاجتي، الاقي بيتي ما الاقيش حد قاعد فيه او واخدينه، زي اللي حصل في رفح والشيخ زويد. الناس اللي مشيت من رفح حضرتك سابت بيوتها وسابت حاجتها خلاص انتهت. يعني انا شقه عمري وبيتي اللي قاعده فيه وعاملاه بقالي 15 20 سنه ارجع ما الاقيهوش، يعني دوب اطلع بهدومي انا واولادي. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، طبعا انت كل طلباتك وكل كلامك وانا كل ثقه انه هذا الملف يعني على قمه اولويات القياده السياسيه الان، اخواتنا المصريين الذين يتم نزوحهم وخروجهم وطلوعهم بره العريش. و حضرتك مش متخيله الرعب اللي احنا عايشين فيه. والله العظيم والله العظيم متخيلين. لا لا يمكن، لا يمكن نحس باللي انتوا حاسين بيه، لا يمكن. حضرتك بص حضرتك انا نايمه في بيتي انا وبنتي
وجيراني نازلين يصلوا الفجر الصبح. وانا عايزاكي تمشي بسرعه عشان كده انا بس هقول لك على خبر دلوقتي، وده خبر عاجل يا ماجدة، يمكن بس كده يربط على قلبك شويه وعلى قلب قلوب كل المصريين اللي وثقوا فينا وبعتوا لنا في صباح دريم هذه الاستغاثات. احنا من دقايق يا ماجدة اتصلنا بدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اللي مشكورا اعلن لينا انه في خلال 20 دقيقة ان شاء الله هيكون هناك قرار عاجل وبيان عاجل بخصوص اولادنا المصريين اللي طالعين من العريش وما يحدث معهم في الجامعات المصرية. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، وده ان شاء الله هيكون خبر لينا احنا في صباح دريم هننفرد بيه باذن الله بعد دقائق هنقوله يا ماجدة. طب هو حضرتك كمان عايز اقول لك على حاجة دلوقتي، اتفضل. تبقى عندك دلوقتي الولاد كلهم لمين بعضهم ورايحين على القاهرة عشان يقابلوا وزير التعليم العالي. طيب انا مش عايزاكي تقلقي، احنا اتصلنا بوزير التعليم العالي وباذن الله بعد دقائق تابعينا بس، واحنا بعد دقائق ان شاء الله هنقول خبر. انا عايز اعرف بس، انا عايز اعرف بس بقيه الترم ده يتقضى ازاي. حاضر حاضر ان شاء الله حضرتك يقعدوا اولادنا مثلا الترم مثلا. حاضر ما تخافيش اصلا ماجده، ماجده دول ولادنا، يعني دول احنا، دول ولادنا انت، يعني احنا مش بنوصي على حد غريب، دول مصريين. انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك احنا بنبكي عشان بنشيل من العريش، احنا بنبكي بالدموع، احنا بنحب البلد دي قوي قوي على فكره، بنحبها قوي قوي قوي، صدقيني صدقيني، واحلى ايام عمرنا قضيناها هنا، واحسن زمايل واحسن اخوات كلنا هنا. مش قادره اقول لحضرتك الناس هنا عامله ايه مع بعضيها، احنا بنبكي عشان ماشيين وبنأجل المشي يوم عند يوم على اساس ان الدنيا تحلى وما نمشيش. ماجدة دموعك دي انا واثقه ان هي واصله دلوقتي لقلوب ملايين المصريين. الواحد لما بيبقى جاي له شغل فرصة عمل برا مصر سنة ولا اتنين ولا إعارة ولا انتداب ولا كده، وبيبقى فرحان لأنه هيحسن دخله والمفترض رايح على حاجة أحسن وبمحض إرادته وبكفة المزايا اللي ممكن يحصل عليها، برضه بيبقى قلبه موجوع وهو سايب بلده. مهما كنا بنشتكي وبنقول يا رب نسافر، يا رب الباسبور، يا رب أبص على مصر من شباك الطيران طيارة، مهما كنا بنقول الكلام ده، ما بالك ان دموعك دي دموع مواطنه مصريه، مش عايزه اقول المصطلح تاني بس يعني بتتهجر او بتسيب بلدها، بتسيب موطنها عشان حياتها، عشان كل دقيقه هي موجوده فيها هناك خطر عليها وعلى حياتها وعلى حياه ولادها. دموع غاليه علينا قوي يا ماجده. وبخصوص الجزئيه المتعلقه بعملك، و احنا برضو مش هنسكت على ده، لكن احنا مش عايزين طبعا، يعني مش عايزين نقول الجهة اللي بتشتغلي فيها فين، فاحنا خارج الهوا ان شاء الله هنتواصل معاكي وهنعرف الجهة تحديدا اللي انت بتشتغلي فيها، واحنا هنتكلم ان شاء الله وهننسق على فكرة انه يكون هناك كل التيسيرات الممكنة. يعني انا بوجه دلوقتي الحقيقة ندائي الى معالي رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والى كل الحكومة المصرية، الى كل وزارة لها علاقة بشكل مباشر او غير مباشر بهذه المحنة التي نمر بها جميعا. احنا في حالة حرب، اللي بيحصل ده دي حالة حرب، واحنا عارفين الكلام ده كويس جدا. استهداف اخواتنا المصريين المسيحيين في العريش هذا شيء انا عارفة انه الدولة لا تسكت عليه ولا يمكن السكوت عليه، بس هي الفكرة مش بس انك ترد بالسلاح وترد بانك تدافع وترد بانك تعزز قواتك الامنية، دي ده شغل بقى الجيش والشرطة والقوات الأمنية. انت بقى حضرتك كحكومة ليك دور تاني، وزارة التعليم العالي عليها دور مهم، كل الوزارات الأخرى المعنية بالوزارات الحكومية، الناس دي اللي بتشتغل اللي بتروح بتتنقل من مكان لمكان، احنا لازم نسهل لها كل حاجة. الناس دي أقل حاجة نعملها معاها انه في خلال 24 ساعة يكون ورقها خلصان ويكون نقلها خلصان، ونشوف الامتيازات اللي بياخدوها ايه. ده واحد سايب بلده، سايب حياته، سايب ذكريات عمره، وماشي وهو مش عارف هو راجع تاني ولا لا، بصراحة شديدة، ومش عارف راجع تاني وهيلاقي بيته ولا لا، ومش عارف في السكة هيكمل السكة ويوصل للمكان اللي رايحه ولا لا. دي حاجة أنا بعتقد إنها بديهيات حقيقي، لكن يمكن الحاجة بس اللي طمنتني شوية هو رد الدكتور خالد عبد الغفار الحقيقة وزير التعليم العالي. يعني أنا الرد ده لما ردوا علينا من دقايق، أنا الحقيقة حسيت إنه احنا مستوعبين كويس قوي الأزمة اللي احنا فيها. ان شاء الله بإذن الله خلال دقائق هنعلن الأخبار او البيان الذي سيصدر من وزارة التعليم العالي، هيكون ان شاء الله لينا حصريا في صباح دريم بخصوص أبنائنا الطلبة في الجامعات الذين خرجوا من العريش وانتقلوا إلى جامعات مصر
جامعات ومعاهد مصر المختلفة. إن شاء الله يا رب.